كل يا صغار الحلوين، انتوا عشتوني كتير، بس انتوا ما عارفين انا صورت الفيديو التاني، بس احنا عارفينه، بس احنا عندنا جديدة ماينكرافت. ماشي، في 4 منهم، الازرق بيبني بيت، والاحمر بيموت الوحوش، ماشي، الازرق بيبني بيت، والاحمر بيموت الوحوش، والاخضر بيعمل نقطات في فكرته، وعلى احمر واصفر بس عليه كلمات بالانجليزي، والاصفر مقفول عشان يموتهم بعض التانيين بالتانيين، الازرق والاحمر. بس يلا نبدا بالتاني، بس استنى ما نشوف حاجه تانيه. مش مشكله، يلا بينا نبدا. اوكي، تعال نشوف كده، استنى ما نطلع السما عشان نشوف حته واسعه عشان نعرف نبني بيت. السما حلوه. مش ده، الحته واسعه جدا. تعال نشوف حاجه تانية كده. ماشي، بكره هناك اهي عند الصخور. ماشي، تمام، نشوف حاجة تانية. هنا احسن، او ربما ليه عايزين حتة واسعة بقى عشان نبني بيت. يلا بينا نفتح الشنطة دي، بس ميلها ماينكرافت، عايزين الخشب دوت، وعايزين ده كمان، عايزين حاجة. ايوه الباب دي، وعاوزين حاجة تانية، ودي كمان، وده. يلا بينا نبدأ يا أصحابي. نبدأ بالشجر الأول، خشب شجر، فكشن. ماشي، هنعملها 1 2 3 4 5 6 7. ايوه كده 7. كده احسنتم يا اصدقاء. بس الوصول ده هيكون قد ايه؟ اما نشوف هو طول، بس هو عاوز له 7 عرضات عشان يعرف يطولها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا، 1 2 3 4 5 6 7. ايوه كده 7. يلا بينا نعمل سلم. يلا بينا. ماشي ماشي، بس انا بحاول.
تعالوا ما ننزل نلعب صغيرين، يلا نبني وكده خطر، ما ينفعش نعمل من جنب، قصدي لقدام، لازم نعمل كده. ايوه كده كده احسنتم احسنتم. عمل الله، وكل مرة اعمل كده. لا لا مش كده، ايوه كده. نعملها ماشي يا صحابي، بس احنا هنعمل منهم شباك 4. ايوه كده. بابا بص انا ببني بيت كبير. نمدي كمان، ايوه كده نمدي كمان. ربما كده كده ايه نقول هنعمل ايه؟ وبعدين هنعمل ايه يا اصحابي؟ ممكن تقولوا لي؟ ايوه شاطر انت، انتم عارفينها صح؟ صح، بس احنا نخلص دوت بس. يلا بينا. الله، ايه ده، يلا بينا نمضي كمان عشان نسيناه صحابي. ايوه كده نعمل الارض كمان صح. توديها، برافو عليك. بس هو انتم نزلتوا ماينكرافت ولا ايه؟ عشان انا كل مرة قاعد اشوف على النت ماينكرافت وبعدين يبنوا بيت ويعملوا دايموندز ازرق واصفر ودايموندز كل حاجة دي، بس انا خلاص افتكرتهم. فانا قمت منزل ماينكرافت، فانا قمت مبني بيت جديد عشان البيت دي. فانا قمت بتعمل ايه؟ انت بتشوف استنى استنى ايه عشان تعرف تشوف كمان. شفت؟ فهمت؟ يلا بينا. وبعدين احنا كنا فين؟ صح، انت كنت عارف. ماشي. الا تلات شباكات، لازم يكون شباك واحد. ماشي احنا هنشوف. لا مش ده، ايه كده يا صاحبي؟ ولا بلون طويل؟ لا ده اصغر شوية يا ويلي. احنا عاوزين نعمل ديت مساحة صح يا اصحابي؟ ماني عارف بس انت قصرت. انت كده عملته لجنب بتلفوه.
ايوه كده. اي اي انت بتعمل ايه؟ ايه كده ماشي يبقى كده. هنا كمان مش الا واحدة صح يا صحابي صح. ايوه نقطع سنو سنو حتى ضلمت بقى الليل يبقى صابت عيكو. اوه دي بدأ العار بقى. انا كده مش شايف ما نام بقى يعني عاوز السرير. انت بكره ما خلصنا ويكون اي في بتاع سرير واي مكان يكون فيه. اه لقيتك يا حلو. مش فاهم دول بالجز يعني اسمها بابا اسمع. اه شفت راس الواحدة ده حلو ده هنكمله بقى. واسود واسود اه زومبي ثلاث سمكة سمكة اهي. فاتك السمكة يا حلوة. هنا انا شايف كويس سمكة يا هاي تعالي لهنا عشان اصطاد. او لا يا ايوه كده موت. ايوه كده كويس لاني مايلي طيارة. الزومبي سمعته. انا هكمل بيتي الخاص بس انا عندي فكرة نعمل شكل ستيف. انا عارفه انا عارفه اخر مرة عشان شفته. ايدي لونت اوي اللي دمرت البيت. مش عاوز يحترق انا عاوز يكون زي الفول. ماشي كويس كويس جدا. لا كده فلت. ايوه كده you
ايه مش مشكلة. يلا بنام عزيز. انا خلاص خلصنا خشب بقى. تحط الازاز الشبابيك يعني ده شبابيك. لا هنخلي واحد مفتوح. ايوه كده هنخلي واحد مفتوح عشان نعرف نشوف. ماشي تعمل سلم جوه. مديت ما انا عامل سلم اهو. لا وانا عامل سلم جوه كده. عملت شبابيك كلها؟ لا بابا لسه اتنين. لا انا كل مرة انسى الشبابيك واسيبهم. طب ما انت عامل فوق. لا قصدي هنا. ده هو ست. مش هتسيب واحد مفتوح؟ لا ده هتلاقي اتنين مع بعضهم. ماشي واخلي اتنين مع بعضهم مفتوحين. بس بابا الباقيين حطوا في مطر. ازاي الجاب حطوا في مطر؟ وايد لازم اتخطر تبلل تبلل. المطر دوت هيخلص. انت اما انا اخلص بيت هيكون المطر خلص. لا مش كده. ده كل ساعة ده كل ساعة. ايوه كده كده الدف. يا ابني هبدأ العمل تاني. كويس كده. هو مين السبب عنده؟ انا كنت فاكر ماكرافت الاخرى. يعني في كتير من ماكرافت يعني في واحد هو السبب بيعمل الكهرباء دي. بطلت مطر زي بطلت بسرعة كده. ده زي بتاع بيتنا. كده بعيد. لا كم دول ايه؟
امال الكتكوت ولا دي؟ امال الفرخه او ديك؟ انسى الامر. بس حاجة تنور. ايوه دي رز حاجة كمان. اوه ايوه دي كويس عليك. ده يخلي العجل أسرع. أنا مش هقدر. زي ماينكرافت كنت لقيت في ماينكرافت التانية فنون بتعمل زيها كده. عشان البتاع دوت النور بيخليها تنور. طالما عاوز حاجة عشان تمسكه. هنا ماشي يا صحابي، احنا ربنا نخلص. بس يا ويلي ده انا قصرت الارض. ليه بعمل كده؟ صندوق يا صحابي ده كان حلو. قلت لكم كان هيكون اسهل. ايوه كده. بص حتتين عشان ينفع. واحدة على اتنين نورهم. ازاي ينفعهم كده؟ ينفع كده.
هاي فين؟ اخرج من هنا. اصدق اصدق زي المزولة. ماشي. نكمل بعدين. كملها بعدين. ده عملته يقوم رجع تاني. لا هي قاعدة تمشي لوحدها كده ليه؟ لا تلف لوحدها. هذا كيف؟ هما الاثنين. انت كنت بياخدها. يا ويلي ده شلت البير. هو اللي بيتنفخ. ما شريته؟ لا ما عشان. طب دخلته البيت ولا لا؟ بس انا مش اوكي. هعمل ايه؟ وديته فين؟ دخلته البيت؟ بس انا اشوف. يا ويلي دخلته. دخلته البيت؟ ازاي؟ ما عشان هي كانت سريعة فهي قاعدة تمشي كتير على الأحمر وبعدين قامت تطلع بسرعة. قامت تاخدها تطلع فوق؟ مش دي موت كده. ده أنا أجيب السكين تقطعه تقطعه عشان أبوخه. السكينة كانت عليها حق. أصلا عجلة بالصندوق. يعني ده موجود في ده. هنملي عندي ده وده وده. نقفل الفيديو. ايه نقفل الفيديو. ايه نكمل بكرة. استنى بابا وانا خلصته. نكمل بكرة. انا عاوز اكمله دلوقتي. هنكملهم بكره بس. في الفيديو بقى. ماشي. مع السلامة اصدقائي. مع السلامة اصدقائي. شوف الفيديو التاني. هنشوف الفيديو التاني ايه. Hey.